بعد مرحله الكابلات بننتقل لمرحله الوايرنج هارنس او تصنيع الضفيره الكهربائيه. دي بتتم على مرحلتين. اول حاجه تقطيع الاسلاك. بعد ما شفنا الكابل اللي طلع من الكيبل ديفيجن بناخده ونبتدي نقطعه عن طريق مكن باطوال محدده وبنقتش للترامل او بنعمل كريمبنج للترامل. بعد مرحله تحضير الاسلاك بتتنقل لمرحله التجميع، وهنا هي دي مرحله التجميع. بنبتدي نجمع الهارنس، يعني الاسلاك تبتدي تتجمع مع بعض جوه الكونكتورات التوصيل. حل. يعني انت كل مرحله بتضيف جزء على الضفيره، من ان احنا نجمع اسلاك نحط لها اتاشمنت او نضيف عليها كورتيوبس او براكتس او اي وسائل حمايه الضفيره جوه العربيه. بالترتيب يعني هو كل واحد بيسلم اللي بعده وهو بيكرر العمليه لكل ضفيره هيها. انا ممكن نمسكها دي؟ ماشي تمام. دي تقريبا بعد ما اتجمعت بالظبط وبعد ما ايه اتعمل عليها التستات وكده جاهزه ان هي تبقى تروح بقى خلاص بالظبط.